توج منتخب الكويت لكرة السلة على الكراسي المتحركة بلقب المسابقة، وذلك ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وجاء تتويج منتخب الكويت بلقب المسابقة بعد فوزه على نظيره العراقي في المباراة الحاسمة. ضجت صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان بعد فوز فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة الكويتي ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية وتحقيقه المركز الأول بعد فوز كبير حققه على نظيره العراقي. ظهور مميز وسيطرة كاملة على الملعب أنهت المباراة بتحقيق المركز الأول وتسجيل الكويت 48 نقطة أهلته ليكون بطلا لكرة السلة في غرب آسيا بنسختها الثانية. بهذه المناسبة يعني أبارك للاعبين وأهدي هذا الفوز لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بن جابر الصباح وسمو ولي عهد الأمير للشعب الكويتي كافة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا أبارك أيضا للألعاب ألعاب القوة وكرة الطاولة المشاركين، أبارك للاعبين اللي فازوا بالميدالية الذهبية والفضية. هذا ما جاء من فراق الإنجازات، هذه البطولة غرب آسيا معسكرات داخلية، وتوج المنتخب في هذه المحفل مشاركة 700 لاعب و12 دولة، وهذا الإنجاز اللي حصدناه من البطولة. هذه الرياضة الكويتية وهؤلاء هم شباب الكويت دائما ساعون ومجتهدون من أجل تحقيق الميداليات الذهبية، وهذه المشاركة في المملكة الأردنية الهاشمية بحد ذاتها هو إنجاز لشباب الكويت. لاعبو فريق السلة أهدوا هذا الفوز للكويت أميرا وشعبا شاكرين الدعم الكبير الذي تلقوه قبل خوضهم المنافسات التي أثبتوا من خلالها قدرتهم على رفع علم الكويت في المحافل الدولية. نادي هذا فوز لسمو الأمير ولي عهد، الحمد لله حققنا مركز أول لكرة السلة. الحمد لله اليوم حققنا المركز الأول في بطولة غرب آسيا، والقادم إن شاء الله أفضل، هذا كله من فضل الله ثم دعمكم المتواصل، وإن شاء الله القادم أفضل. مشاركة كويتية تكللت بالنجاح خلال خوض منافسات البطولة، وزين الذهب صدور اللاعبين الذين خاضوا المواجهات المختلفة وحصدهم 23 ميدالية ملونة تضاف إلى رصيد البارلمبية الكويتية. فوز فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية هو إثبات للجميع بأن الكويت أصبحت رقما صعبا يصعب تخطيه. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، عمان.